موضوع الأصباط أعتقد اتكلمنا فيه قبل كده، ممكن نعيده بسرعة. هم النفوس، الأصباط الاثناشر، يعني النفوس اللي هم جهدوا في النور، مشيوا في النور وجهدوا في النور. يعني ساعات النهار 12 ساعة زي ما المسيح قال، يعني اليوم 24 ساعة في 12 ساعة في النور و12 ساعة في الليل. في كذا نقطة مهمين، اللي هو الأبواب المدينة وأسوارها والأصباط، إيه علاقتهم ده في رؤية 21؟ بيقول جاء واحد من السبعة ملائكة الذين معهم السبع جامات. طب إيه علاقة المملوءة من السبع ضربات ده؟ إيه مين هو ده؟ ملاك القضاء أو روح الله اللي مسؤول عن القضاء، اللي هو كما بيقضي للناس اللي هي ما مشيتش الطريق، بيقضي للناس اللي تعبت وجهدت. فبيقول له هلما أريك العروس امرأة الخروف، اللي هي النفوس اللي تعبت وجهدت جهاد كامل. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة لها مجد الله، لمعانها شبه أكرم حجر كحجر الياشب اللي هو السوليتير أو أغلى نوع، وكان لها صورة عظيمة عالي، وكان لها 12 بابا. 12 اتكررت كتير من سفر الرؤيا إصحاح 7. 12 هو الناس اللي مشيت في النور. وبرضو ليه 12؟ عشان كده بيقول ثلاثة أبواب من الشرق، ثلاثة أبواب من الشمال، ثلاثة أبواب من الجنوب، ثلاثة أبواب ومن الغرب، ثلاثة أبواب. مش شرط كل رقم ثلاثة يبقى هو الثلاث مراحل نوصل للقيامة، لا، الثلاثة هنا بيرمز لكينونة الإنسان، زي كينونة الله أب وابن الروح القدس. كينونة الإنسان هو العقل، يفهم يقبل أو ما يقبلش، يريد أم لا يريد، له حرية الإرادة، ده العقل. بعد كده باب الجسد، لما يجاهد يجاهد ولا ما يجاهدش، ويجاهد قد إيه. والنتيجة باب الروح اللي هو يتولد المسيح فيه وينمو. فالتلاتة ماشيين بنفس المستوى. فالتلات أبواب دلة من أربع نواحي، يعني إنسان بكل كيانه، إنسان بكل كيانه، بعقله اللي وافق، بجسده اللي جاهد، بالروح اللي الله النتيجة بيملاه. مش التلات أيام برضو اللي هو لو وصل القيامة ودخل اليوم الرابع اللي زي الأربع أناجيل وأربع أنهار، دي 3 في 4 ب12. يعني إنسان بكل كيانه عبر الأربع كائنات، اللي هو 3 كائنات الأولى اللي هو رجوع الإنسان لصورة الإنسان، الكائن الثالث اللي صورة آدم، وبعد كده الإنجيل الرابع اللي هو 3 مراحل الثانية اللي هو يوصل للكمال. السور العظيم العالي كان له 12 بابا، يعني نقدر ندخل لله بكذا طريقة، وفئات كتيرة تدخل مش فئة واحدة. المدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، يعني ربنا من هنا أو من هنا بيقدر يفتقد السامرية، يقدر يفتقد القديسين بكل الطرق بكل النواحي. الله يقدر يدخل للإنسان بكل النواحي، بس لازم هو في الآخر يبني الأساسات بجهاده وباتفاقه وتناغمه مع روح الله، وباتفاقه وتناسقه جهاد كامل مع روح الله. الطول والعرض والارتفاع متساوية، لأن على قد ما بيفهم العقل ويقبل ويقتنع ويقرر، على قد ما هيجاهد، على قد ما روح الله يملاه. فقاس صورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك، يعني احنا قلنا الملاك هو المسيح. كان قاس المدينة وهو طبعا 144، يعني 12 في 12. إنسان بكل كيانه، بعقله وبجسده وبروحه، جاهد عشان يوصل لصورة الله ومثاله، 3 في 4 ب 12. بكل الفئات بقى، كل فئة على حدة، كل النفوس اللي في السماء سماهم 144، لأن هما بكل الأشكال وصلوا للصورة، صورة الله ومثاله. يوحنا عدن وصل لصورة الله ومثاله والعذراء، بس كل واحد بشكل مختلف. أول ثلاث أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الياشب والياقوت الأزرق والعقيق الأبيض،
دول اليوم الأول بكل كيان الإنسان. احنا قلنا بيعبر الإنسان اليوم الأول العقيق الأبيض ده واحد بعقله الياش بشبه العقل والياقوت الأزرق بجهاده بالجسد والروح في الآخر في بدأ بياض حصل الإنسان كيانه يعني التلات أيام التلات أساسات دول واحد بكل كيانه عبر اليوم الأول والتلات أيام التانيين عبر اليوم التاني التلات أيام التالتين عبر اليوم التالت التلات أيام الرابعين عبر اللي هو اليوم الرابع اللي هو حلق زي الناس. عشان كده نهاية كل تلاتة يعني لاشب وياقوت أزرق وعقيق أبيض دول أول يوم يعني إنسان بكل كيانه عبر أول يوم في الآخر بيبقى عقيق أبيض يعني حصل نور كامل عبر أول يوم بكيانه التلاتة يعني التلات أساسات دول إنسان بعقله وبجهاد جسده تعب بجسده وروح الله اللي سكن فيه تم اليوم الأول نور فكان نور. اليوم الثاني زمرد وجزع عقيقي وعقيق أحمر ده اليوم الثاني اللي هو التلات أساسات اللي هو نهايتهم عقيق أحمر لأنه جاهد حتى الدم ومات وبقي ذبيحة. الزمرد والجزع العقيقي جاهد أنواع جهاد الألوان دي بترمز تميل للأحمر لواحد جاهد جهاد بعقله زي الزمرد وافق مع زمرد وجزع عقيقي جاهد وفي الآخر مات تماما واتصلب مع المسيح ذبح كامل. اليوم الثالث الإنسان الثلاثة بعقله بجسده بروحه عبر اليوم الثالث زبرجد زمرد صلقي ياقوت أصفر زي ما يكون شمس طلعت حصل قيامة الياقوت الأصفر اللي هو تاسع واحد اللي هو ما احنا قلنا تلت كل تلاتة بيرمز الإنسان بكل كيانه بعقله وافق مستمر يوافق يريد مستمر يريد والزمرد اللي هو بجسده بيتعب وبيجاهد والياقوت الأصفر هو الروح اللي هو الشمس المسيح هيطلع منه بعد كده ده نور القيامة بداية ظهور المسيح بقى وشمس البر. اليوم الرابع اللي هو الدخول بقى في المرحلة الأخيرة رابع خامس سادس عقيق أخضر طبعا دي بداية السمر أسمنجوني جمشت اللي هو خليط الألوان دي اللي هو الحداشر والاتناشر اللي هو زي الفوشيا أو الموف أو الـ 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 الإنسان بيوصل في الآخر بيمتلئ كل الملء وفي الآخر الإنسان بيبقى مدينة أخت العروس جنة مغلقة أو مدينة والمدينة لا تحتاج لشمس ولا إلى نور قمر ده معناها أن الإنسان بقي مسيح تاني لأن مجد الله أنارها والخروف سراجها وتمشي شعوب يعني الإنسان بيتحول من حية من تعبان لمسيح تاني المدينة دي هي مسيح تاني. ده فكرة سريعة عن المدينة لكن طبعا معتمدة أنا كنا قلنا ممكن نقولها بسرعة الفكرة الأسباط وأنها قبل كده أن الأسباط اللي موجودين في سفر التكوين الإصحاح القبل الأخير مقارنة بالأسباط اللي موجودين في سفر الرؤية إصحاح سبعة أن في سبط ضاع أو انتهى أو تلاشى اللي هو سبط دان ودان هو الحية. سفر التكوين إصحاح 49 لما يعقوب بارك رأوبين وشمعون ولاوي يهوذا وزبولون ويسكر ودان وبعد كده أشير ونفتالي ويوسف يعني جاب سيرة في الآخر دان اللي هو رقم سبعة دان يدين شعبه كأحد أصباط يكون حي على الطريق. ده الإنسان لما بدأ العهد القديم كان جوال حية لكن لما بدأ يمشي الطريق ودخل عهد جديد وجاهد ووصل سفر الرؤية إصحاح سبعة راح دان لم يعد الحية موجودة فيه. في بقى رأوبين وأشير ونفتالي ومنسة وشمعون ولاوي ويسكر وزبولون ويوسف وبنيامين يعني راح دان وبقي منسة اللي هو
ابن يوسف اللي هو زي السمر يوسف أسمر يوسف بقي زي ما يكون بقي محتل سبطين، وده معناه أن الله أنساني كل ألامي وتعبي اللي هو منسى. ففي سبط حل مع حل سبط، يعني حصل تغيير جذري. وأكتر حاجة حصلت أن الحية ماتت. في تكوين 49 عدد 17 ربنا قال أن دان هو كان حية وإفعوان في السبيل ويلسع عقبي الفرس ويسقط، يعني حاجة مهما كان الإنسان بيحاول يجهز زي الفرس كان بتلدعه. ده اللي هو الأصباط، فكرة الأصباط. يعني دي أول نقطة. فالأصباط برضو قلنا إن هي فئات من الناس، مش كل الناس مشيوا الطريق طبيعتهم هي هي. رموز لإثنى عشرة، يعني رموز للناس اللي مشيت في النور. كل فئة مشيت زي ما في إشباع الجموع في إنجيل مرقس بالتحديد، اللي هو إنجيل الجهاد بيقول اجعلوا الناس فوق العشب رفاقا رفاقا فرقا فرقا 50-50 مئة مئة. يعني في الناس مشيوا مع بعض كانوا بيشجعوا بعض، زي ما القديسة أناسيمون لما كانت في صحراء في كان كنيسة لقيها القديس الأب الكهنة اللي راح، لأن في ناس بتجتمع مرة في السنة بيصلوا قداس. في ناس ما بيشافوش بعض خالص، زي الأنبا كراسة لما شفتش حد 60 سنة، أو مريم المصرية 5. في ناس اللي عايشين في الدنيا زي المرأتين اللي فقوا الأنبا مقار العظيم مع أنهم كانوا متجوزين وعايشين في الدنيا. في واحدة زي العذراء عايشة ست بيت لكن فاقت الكل. في واحد زي أخنوق صار مع الله لم يوجد وصعد للسماء مع أنه كان متجوز. ففئات كتيرة كلهم مشوا الطريق ومشوا في النهار، مشوا هم دول كلهم أولاد الساعة الثانية عشر، يعني أولاد النور، لكن كل واحد دخل من باب مختلف. دي الفئات 100-150-50. 100-100 يعني في اللي مشي بس ما جاهدش قوي 100-100، و50-50 لا، في اللي جاهد. كل واحد بيجاهد بيختلف طريقة الجهاد ونوعية الجهاد. العذراء جاهدت بطريقة ما كانش تنفع ليوحنا المعمدان يعيش في الدنيا. ففئات المتوحدين وفئات الناس اللي وصلوا لسياحة عالية وفئات اللي عاشوا في العالم كله، كلهم دخلوا من الباب بعقله وبكامل جهاده وجسده ودبحه وبملء الروح من كل الناحية، من الشمال 3، من الجنوب الأبواب في 12 باب. يعني الناس اللي دخلت بكل كيانها ممكن من هنا دخلوا بطريقة ودخلوا بطريقة ودخلوا، كل واحد دخل بطريقة مختلفة، وكل واحد دخل ليه باب مخصص ليه في النور عشان يناسبه. وال12 أساس يعني أعماق كل واحد حسب النور اللي وصل له بقى. فكل واحد بكيانه التلاتة زي ما احنا قلنا في سفر الرؤيا الإصحاح قبل الأخير، إن هو أول ثلاثة احنا قلنا اليشب والياقوت الأزرق والعقيق الأبيض، دول الناس واحد، ده نفس بعقل وافق اللي هو اليشب والياقوت الأزرق بجسد وجاهد. وطبعا ده بارتواء من الله اللي هو أزرق بنعمة سماوية قوية أوي، وعقيق أبيض النتيجة في الآخر اللي هو الروح. ده أول يوم الإنسان بكيانه الثلاثة عبر أول يوم، وبعد كده الزمرد والجزع العقيق وعقيق الأحمر عبر تاني يوم، وده كان أصعب يوم. الإنسان في الآخر بقي أحمر عقيق من قطر، بقي زي جوهرة بسبب الدم اللي هو جهده بكل كيانه بعقله، حارب بجاهد بعقله، جات له حروب صعبة جدا في اليوم التاني، يعني بعقله ده جهاد، وبجسده بيصوم وبيتعب وبيتعذب، وفي الآخر خلص عقاق أحمر روح الله ملاه. فهو الإنسان بكيانه زي الخمس عذار الحاكمات، كل عذراء بترمز حاسة جهدت، العين جهدت، الإيد جهدت، لما واحد بيصوم حاسة التذوق جهدت، السمع بعد جهدت. فالإنسان بكل كيانه كل حتة فيه كل جزئية بتجاهد. فهنا ورانا في سفر الرؤيا 21 الإنسان بعقله جاهد، رفض مقاومة الناس ومقاومة جاهد، ما هو الناس قاعدوا تشككوا ما ده جهاد. ده من ناحية العقل والإرادة والرغبة والإرادة القوية. بعد كده الجسد نفسه جاهد، صام وتعب. بعد كده الروح الله النتيجة بيتملي، ده العقيق الأحمر. في اليوم الثالث برضو مستمر الجاهد بعقله زبرجد بكامل إرادته
راغب في ربنا، مش مرضاش يتراجع ولا يتساهل، والنتيجة فيها قوت أصفر، فيه نور طلع زي الشمس، ده المسيح اللي ظهر. بعد كده العاشر عقيق أخضر، بدأ يبقى فيه ثمر بجسده، بدأ يبشر زي ما في ناس بدأت تبشر، زي اليوم الرابع اللي في الخليقة قال الله تخرج بقى، حصل نباتات بعد النباتات وحصل ربنا ورانا الثمر. بعد كده خلق المجرات شموس وبقي نور للعالم كله. فالعقيق الأخضر ده رمز للثمر، زي في اليوم الرابع بدأ يبقى نور وأسمنجوني وجمشت، ده اللي هو طبعا الرابع والخامس والسادس احنا قلنا بيشبهه ربنا باليوم الرابع اللي هو زي إنجيل يوحنا، أدمجهم التلاتة، لأن ما فيش جهاد ممنهج في التالت بعد التالت. يعني اليوم الرابع والخامس والسادس شبهه بالنسر، اليوم الرابع والخامس والسادس شبهه بالنهر الرابع، شبهه بنيل يوحنا، لأن ما فيش حاجة محددة نمشي بخطوات، ده أنا ما بقتش أنا، والمسيح اللي فيا هو بيكمل بينمو. طبعا في دور على الإنسان، بس خلاص بقي هو مش هو من بعد نهاية اليوم الثالث بعد القيامة ودخل في اليوم الرابع، هو ما بقاش هو، رجع لصورة آدم وابتدى ربنا يسوقه 100%، مات موت كامل الذبيحة، خلاص أحيا لأنا، ده نهاية اليوم الثالث، بداية اليوم الرابع أحيا لأنا، بل المسيح الذي يحيا فيا. فهو ده اللي بعد الياقوت الأصفر بعد القيامة هيدخل في اليوم الرابع، اللي هو رابع وخامس وسادس، هو الإنجيل الرابع اللي هو النهر الرابع اللي هو دمج الثلاث أيام التانيين. في رؤية 7 بيقول الناس دي كانوا قاعدين قدام العرش، الناس اللي هي اللي مشوا في النور، فكانوا متسربلين بالثياب بيض، وكان يوحنا بيسأل من أين أتوا، فقال يوحنا قال يا سيد أنت تعلم، يعني الشيخ بيسأله هل عارف من أين أتوا دول، قال له لا، قال له هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وإحنا قلنا ترجمتها Great Tribulation، يعني محن والبلايا الضخمة والكبيرة، وغسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم من دم الخروف. طبعا بيتكلم عن الناس اللي مش بدأت أو تجاهد أو تصوم يوم وترجع، لا ده بيتكلم عن الناس اللي كل واحد بقي مسيح تاني. هنا في سفر الرؤيا إصحاح 7 أو سفر الرؤيا إصحاح 21 بيتكلم عن الناس اللي بقيت مسيح تاني، مع اختلاف بقي مسيح تاني بشكل يوحنا العمدان، بشكل العذراء، بشكل بقي مسيح تاني، بشكل دانيال النبي، بشكل إليشع، بشكل إيليا، بشكل أخنوخ، ناس بقيوا مسيح تاني على الأرض، بشكل بولس الرسول مع اختلاف النسب ظهرت رؤوس الجبال، هما دول رؤوس الجبال اللي هما ثياب بيض كأنه مسيح تاني. دي برضو النقطة اللي احنا بس انا بجاوب على سؤال الفرق بين الأسباط، الأسباط اللي كانوا في سفر الرؤي مقارنة سفر الرؤي بسفر التكوين، ان حصل تغيير جذر في الإنسان اللي كان مفترض يمشي في النور بس في دان، فربنا موت دان وتحول اللي هو سبط منسى الله أنساني كل تعب. ده أنا بس بجاوب عن النقطة دي لأن الموضوع كبير أو متشعب، أنا بس بجاوب عن النقطة دي ورب تكون وصلت. يمكن قلناها قبل كده، النقطة اللي هي في سفر الرؤيا إصحاح 21 سماء، رأيت سماء جديدة، هو ربنا بيوري يوحنا نفس بقيت مسيح تاني أو بيوري له مسيح، بس هي الحقيقة كان إنسان اتحول لمسيح تاني. السماء الجديدة احنا بنقول ان الله هو السماء، او في الكنيسة الارثوذكسية بيقولوا ان العذراء هي السماء التانية، او في الكنيسة الكاثوليكية ايوة ليه، او ايه المغزى، او ايه اللي كتبه ربنا اللي يبنينا في الكتاب، هي العذراء رمز للنفس اللي سكن فيها المسيح، اتولد فيها، ابتدى يكبر وورنا عن من خلالها نموذج كان عايز كل واحد يتولد في المسيح ويكبر يكبر يكبر. فزي ما هو المسيح هو السماء، هكذا كل إنسان سكن في المسيح هيبقى سماء جديدة. فلما مكتوب في سفر الرؤيا رأيت سماء جديدة، هو بيوريله إليا أليشع يوحنا العمدان، هو بيوريله نفس فنت
وتحولت لمسيح، ولأن المسيح هو سماء فبيوري له سماء جديدة مرة أخرى، بيوري له العذراء، بيوري له أخنوخ، بيوري له بولس الرسول، بيوري له دانيال سماء جديدة، سماء مرة أخرى، مسيح مرة أخرى. نشيل سماء ونحط المسيح، بس كل ما يبقى ما يجاهد إنسان جهاد كامل ويتغير مع المسيح، صدقت أحيا لأنا بل المسيح بقي مسيح تاني. فهو ربنا بيفرج يوحنا على نفس كانت إنسان، كان إنسان في يوم من الأيام وفنى وتحول لمسيح تاني، يعني تحول لسماء تانية زي ما العذراء سكن فيها المسيح، بنسميها السماء التانية في الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، لغرض عشان أفهم، مش عشان أعمل لها تمثال كويس حلو مش غلط، ونعمل لها ترانيم مش غلط، بس ليه؟ يعني أنا بتكلم على كلمة الله بتقول كده، ليه؟ عشان أعمل ليه؟ عشان أعمل تمثال؟ لا، ده يبقى أنا يعيني علي، أو مش ربنا قصده أعمل تمثال أو الكنيسة باسم العذراء. أو مش غلط، مفيش حاجة غلط، مفيش حاجة غلط، أعمل اللي تعمله، وكل واحد يعمل اللي يعمله، بس يفهم كلمة الله بتقوله إيه. العذراء هي السماء التانية، وبعدين لا، هو ربنا قصده، هو ده حقيقة، ويوحنا العدن بقي سماء تانية. أيوة، بس مكتوب ليه؟ اخرجوا وانظروا. اخرج وانظر ليه؟ اخرج وانظر ليوحنا العدن ليه؟ عشان اتمثل بيه. لان السماء والارض الاولى مضت، يعني كان انسان عايش بالجسد، كان ليه ارض ترابيه، مضت، انتهى، فينيشت. انسان الخارجي يفنى، مضى. والبحر اللي هو العالم، بحر العقل، لا يوجد فيما بعد، خلاص بح راح، ما بقاش موسى الأسود اللي كان بيقتل في الناس، بح راح اختفى. أمال إيه؟ بقي مسيح تاني، بقي سماء تانية لا يوجد فيما بعد، not more، خلاص. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة، هو ده المسيح؟ لا، ده نفس بقيت مسيح تاني، شاف المسيح اللي هو إنسان متحول للمسيح. أورشليم الجديدة نازلة من السماء مهيئة كعروس، هو ده العروس، هي دي النفس اللي ربنا قال عنها في يوحنا 17، عايزكم تبقوا واحد زي ما أنا واحد. يعني تلك الصورة عينها، هو بيورينا صورة عينها، فأورشليم دي صورة عينها، بيورينا إليشع، أخنوخ، إليا، بيورينا العذراء يوحنا العدن، بيورينا نفس عينها، صارت عين، صارت مسيح تاني. هو ذا مسكن الله مع الناس، اللي هو النفس اللي سكن فيه الله، سيسكن معه ويكون له شعبه، وسيمسح الله طبعا كل دمع من عينهم، لا نقاش، والموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع، الأمور الأولى مضت، ها أنا أصنع كل شيء جديدا. لما نشوف موسى الأسود، ماريا المصرية اللي كانت رقاصة، أفادوكسية اللي كانت رقاصة، هي ما بقتش هي، بقت مسيح تاني بعد الشر. في ناس مش فاهمة الطريق ولا الإنجيل، أن إنسان يفنى، مش نفي ان يفنى هو عايش في الدنيا، وايه ما ربنا خلق كل شيء للتمتع، لا، خلق كل شيء للامتحان. هو فنى بكامل ارادته فبقي مسيح تاني، فربنا بيفرج يوحنا على نفس بقيت مسيح تاني، سما تانية. السما دي هي نفس فنت بفهم بكل كيانها فبقيت مسيح تاني. قال له اكتب الامور هذه صادقه وامينه، قد تم. أنا الألف والياء، أنا البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان، أدي موسى الأسود العطشان، مريم المصرية، السامرية، من ينبوع ماء الحياة، من يغلب حرب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أما الخائفون ومش عارف إيه، فبس هي دي النقطة اللي كنت عايز ألقي الضوء عليها، إن كان بيفرجوا المسيح على نفس ما عمل في الإنجيل، اخرجوا وانظروا، ماذا خرجتم لتنظروا، فهعمل ليوحنا في سفر الرؤية بس بطريقة أعمق أكتر. هو بيقول ماذا خرجتم لتنظروا، بطريقة نشوف يوحنا العمدان، اخرجوا وانظروا، مثال إنسان عاش 30 سنة بيصلي، اخرجوا وانظروا، نفس تحولت لمسيح تاني، انظروا نفس بقيت سماء تانية. في الحقيقة لما المسيح كان عايش على الأرض، لما قال اخرجوا وانظروا يوحنا عدن، بيورينا راجل بشنب ودقن عادي وبايد وبرجلين وزينا يعني، بس بقي مسيح تاني. هنا بيوريله في العالم الروح شكله ايه. يعني المسيح لما كان عايش على الارض بيقولون اخرجوا وانظروا يوحنا، انسان بشنب وبدقنه زي اي حد. هنا بيوريله
العمق الروحي بتاعت النفس دي بقت سما تانية. هل واضحة الحتة دي؟ فالمدينة اللي بيشوفها يوحنا في سفر رؤيا 21 هو نفس زي العذراء أو أخنوخ اتبدلت وبقيت مسيح تاني. فموضوع الأصباط طويل، بس ممكن نلخص بسرعة اللي اتقال من كام سنة ونكمل النقطة اللي هي بنتكلم عنها في سفر الرؤيا. الطريق والهدف عشان يتفهم مش هينفع يكون غير من فتح الله وبأمر روحي. مستحيل يتفهم الهدف أصلا اللي هو الله خلقنا عشان أبقى جزء من كيانه الغير محدود، ده شيء غير منطقي، يعني لا يقبله العقل المحدود، وخصوصا تطبع بعالم محدود مرئي. فإزاي زي سمكة العالم بتاعها كله مية أو دودة تحت المية، إزاي تقتنع إن في حياة تانية، وإزاي تعرف إزاي تتحول لطبيعة تانية، إزاي خليقة تانية، إزاي تخلق خليقة تانية. أغلبية الناس وإحنا اللي تعلمناه في الكنيسة ومدرسة الأحد والرعاة والبابوات والأساقفة والمطرنة والكهنة، كل كان كلامهم 100% إزاي لما نموت نبقى مستعدين وتتغفر خطيتنا، وده يا دوبك يعني ما فيش حد بلا خطية. لكن الكتاب قال لا، المولود من الله لا يخطئ، لأن مش كل الناس فهموا الخليقة الجديدة. ده سر هروب القديسين، كانوا عايزين يموتوا بكامل أرادتهم، مع علشان أبتدي أبقى طبيعة تانية لازم أموت عن الطبيعة الأولى. فكرة الموت ومع المسيح صلبت، فكرة أن أنا أموت مع المسيح ويتصلب معي الإنسان العتيق، مش كل الناس فهمتها لأنها ضد الطبيعة، ودي عايزة أقناع من روح الله وداخل تاني القلب. ده اللي أكده ربنا في يوحنا 6، محدش يقدر يجيلي غير من الآب وهيتعلم من الآب وبجذبي أنا، لا يستطيع أحد أن يأتي للآب إلا بيا. ده السيد المسيح بيقول كده، وسيصير الجميع متعلمين من الله، لأن الأقناع بإني أبقى طبيعة تانية مش منطقي. فبالنسبة للأصباط، في نقاط في مواضيع في الكتاب المقدس احنا قلنا مهمة جدا جدا، زي الأنهار، الأربع كائنات اللي تغير طبيعتهم من حزقيال لسفر الرؤيا، كان هنا هو بأربع أجنحة، هنا ستة أجنحة، هنا كانوا يعني كيان واحد وليه رجل عجل لكن ليه أربع وجوه، لكن في سفر الرؤيا منفصلين، يعني كان في حزقيال متصلين. كل الحاجات دي محدش هيفهمها غير بالروح، ولما ربنا يفتح ذهنه ويفهم ان في بناء مركب. اغلبيه الوعاظ بيتكلموا عن شباك وباب في مبنى او خشب او قطعه موبيليا، او لكن البناء كله اللي هو الصوره النهائيه، ابقى عضو في الله الغير محدود، يعني ابقى مسيح تاني زي ما المسيح كان في الاب واحد، ابقى انا مع المسيح زيه، تلك صوره عيناه واحد في الله الاب، وابقى كيان واحد زي ما قال في يوحنا 17. ده صعب تتفهم وصعب الإقناع، ومحدش بيعلمها إزاي نبقى واحد زي ما المسيح الإنسان يسوع المصيري واحد فعلا. ده بالروح، طبيعة روحية، الموضوع روحي، البناء مركب بناء روحي، والطريق كله معتمد على فهم وخزان القلب من الله علشان أتبدل وتغير طبيعتي تبديل كامل وتغيير كامل بموت. والموت ده مديني الاختيار أموت عن شهوة الجسد والذات، أموت عن أن يكون لي قرار ورغبة في عالم باطل، وأفهم وأكون بفهم كامل أن ده امتحان، بدخل من باب بطلع من باب، وبيمتحني وحاطط في المكان ده حاجات عشان يمتحني بيها، مش زي مرعاة ورهبان وأساقفة ورعاة وبابوات بيقولوا لا ده ربنا خلقنا عشان نتمتع بالدنيا، متعة التزوق ومتعة الأكل ومتعة العلاقة الزوجية، يعني ده ضد كومبليتلي على طول الخط إكستريم، العكس تماما، بل الفرق بين القطب أقصى لا نهاية شمال مع أقصى لا نهاية جنوب، وما فيش عذر الواحد ما فهمش. فكل صفات النور، إيه بقى الأصباط؟ إيه فكرة الأصباط؟ كل صفات النور أو كل النعم اللي الله حطتها في الإنسان علشان يمشي في النور، كل نعمة
الأسباط الـ 12 رمز الـ A، كل نعمة الله أعطاها للإنسان عشان يمشي في النور. عشان كده ساعات النهار 12 ساعة والأسباط 12 والتلاميذ 12. كل الصفات اللي كان مفروض نكون نستغلها نستخدمها وعطاها ربنا نعمة في الإنسان تساعده في تحقيق الهدف، اللي هو إزاي أتغير من طبيعة جسدية ترابية لكينونة واحد في الله الآب زي ما المسيح كان واحد في الآب، تساعدني في الاقتراب ونمو المسيح جوايا. هي نعم أعطاها ربنا للإنسان علشان تساعده يتحول، لكن للعكس تحولت للعكس. يعني إيه؟ هنشوف أمثلة. رأوبيم، رأوبيم معناها حرفيا يعني شاف أو أنظر الابن، يعني رأو يعني أنظر، لوك رأوبيم يعني لوك صن أو لوك ذا صن، بص في ابنه، أنظر الابن. دي أول نعمة ربنا كان مديها لآدم أو للإنسان أي واحد في أي زمان ومكان، لأن الله مش بيظلم إنسان، أن يقول له بص شوف أنا إيه. رأوبيم التقليد، يعني نعمة أن أقلد، أشوف حد أقلده. فربنا كان بيكلم آدم وإحنا بعت لنا وجه بنفسه، فرأوبيم يعني أنظروا الإبن، رأوا أنظروا، لوك لوك ذا صن، لوك آت ذا صن، يعني رأوا يعني انظروا، لوك انظروا الابن. لكن للأسف احنا نظرنا طبعا انظروا الابن علشان نقلد الابن. رأوبين يعني حاطت ربنا فينا نعمة رأوبين، يعني النعمة اللي بيها أبص على المسيح عشان أقلده. لكن للأسف الناس خدتها نظرة المسيح عشان يبقى وسيلة، مش إن هدف أنا أصير مثله. يا رب تكون دي وضحت. يعني أول نعمة ربنا حطنا فيها نعمة رأوبين، اللي هي إنه إن لما هيجي يتجسد أو لما يكلم آدم أو يكلم، أقدر بنعمة رأوبين، يعني نعمة الإدراك إن أنا أشوف حاجة أقلدها، أشوف بنعمة الله إن صورة متجسدة زي اللي هي المسيح علشان أصير مثلها. انظروا الابن عشان تقلدوه، آدم ما قلدوش وإحنا أغلبية الناس ما قلدوش. النعمة التانية شمعون معناها يسمع ويطيع، يعني حط ربنا نعمة في الإنسان واضحة أو في اليابانيين، بتنحني بتتضع باحترام كامل للشخص اللي قدامه، نعمة الاحترام الاتضاع، نعمة زي أي عبد مفروض حطت فينا ربنا خوف الله إطاعة الله، محطوط في الإنسان طبيعة شمعون، يعني نسمع للإله، ما في إله إذا نسمع له. للأسف النعمة دي برضو عند آدم تبدلت تماما، يعني رأوبين يعني أنظر للابن وقلده، لا ما قلدوش. طيب شمعون حاطط ربنا فينا نعمة أن نسمع لله الآب ونفذ كلامه، لا ما سمعناش وسمعنا للحية. فشمعون كانت عند آدم وعندنا، حولناها لسماع للحية أو لسماع لأي إنسان تاني أو سماع لذاتنا اللي هي زي الأذن. يعني لاوي المقترن أو الرفيق، يعني حاطط فينا إن احنا طبيعة زي فتاة حابة تتزوج تقترن برجل، حط ربنا حاطط الوقت طبيعة الجسد اللي صارت فينا، أو واحد عايز يقترن بصديق، في طبيعة عايز حابب يقترن بشخص يبقى رفيقه، أو واحدة عايزة تقترن بزوجها. فلاوي هي نعمة سعي للاقتران بالرفيق الحقيقي اللي هو الله. لكن آدم ما عاش لاوي، ما عاش نعمة لاوي اللي هو الاقتران بالله. حاطط فينا نعمة رأوبين وشمعون نشوف الابن قلده لما قلدناهوش، شمعون نسمع على الله ما سمعناش، لاوي طب نقترن به، ما اقترنش آدم بالله بل اقترن بحواء، وأما لنفسه فلم يجد معين نظيره. يعني لو هو عاش لاوي آدم، يا رب تكون كده وضحت، لو آدم عاش لاوي، لو عاش رأوبيم أو شمعون وسمع على الله ما كانش هيحصل. لو تجاوب مع النعمة، نعمة شمعون نعمة رأوبيم، يعني الاستماع لله طبيعة حاططها فينا الإنسان، يسمع الإله يخاف الله، قصر يخاف الله. طب يشوف الابن يقلده، قصر رأوبيم اللي هي النعمة دي. طب لاوي نرتبط ونقترن بالله يكون رفيقنا، ما اقتربش. يهوذا هي النعمة اللي ظلت ربنا غرسها في الإنسان حتى لو هو آخر يوم في حياته، لو هو ظل شرير. يهوذا
يعني احمد الرب اللي هو جه من نسل المسيح، يعني الباب المفتوح اللي هيظل مفتوح في الانسان علشان يكون الله مش ظالم وما ظلمش حد، اللي هو العامل فيكم ان تريدوا نعمه العمل، عمل روح الله، الالحاح او النخس ينخس لاخر في يوم في حياتنا، نعمه يهوذا هتظل اللي هي بيجي منها المسيح. النعمه او الباب المفتوح اللي هيظل مفتوح مهما كان الانسان شرير، والدليل لما راح للسامريه كانت يهوذا موجود فيها، نعمه يهوذا كان موجود فيها، وطبعا فيها كل النعم. شمعون هي سمعت لاوي تقترب اقترنت فيها يهوذا، دخل المسيح عن طريقه وجه المسيح من الصبت يهوذا. ودي ما أسئلة من سألتها كتير زمان وأنا في ثانوي، سألت لأبونا متى المسكي وهو الأصباط وكل اسمه، قالوا لي إيه كل الأسئلة دي، أنا فاكر كويس جدا في كل دير في الأنبنطوني صباح، قالوا لي إيه الموضوع أبسط من كده، طب ليه الأصباط هنا تغيرت، ليه الاسم هنا تغير، ليه هنا دان اتغير وجه مكانه منسى وابني، طب ليه الأشكال بتاعة الأربع كائنات اتغيرت، ليه ست أجنحة هنا وليه أربع أجنحة، وليه هو ترتيب، محدش جاوبني على أي سؤال. الحمد لله يهوذا تسبيح، يعني معناها تسبيح، يعني أو لأن يعقوب في وسط الكلام كان طبعا مش يعقوب، كلمة الله قالت لنا في آخر الإصحاح قبل الأخير من سفر التكوين 49 بيقول يعقوب سيسجد لك بنو أبيك، بنو أبيك، يعني حاطط ربنا فينا الخشوع لله، مخافة الله، حتى الشياطين يخافوا ويقشعرون، ممكن يكون لسه نعمة يهوذا ما ضاعتش منهم، اللي هو الخوف من الله، خوف الله، خوف الله. ويعقوب قال في وسط كلامه لا يزال قضيب من يهوذا، يعني في أساس ربنا حطه غرسه، لا يزال قضيب، هيظل الإنسان عشان هيتحاسب يوم الأخير، إن قضيب أو الغرس بتاع يهوذا هيظل في الإنسان مش هيروح، حتى يأتي شيلون ويخضع له الجميع، اللي هي النعمة اللي هي بيها يتولد المسيح. فالسبط ده هو النعمة اللي هتظل دليل على أمانة الله، كما ظلت في السامرية أفادوكسية بلاجيا موسى الأسود مريم المصرية وناس كتير وشاول الطرسوسي، كانت واضحة جدا في ناس زي السامرية، يهوذا جواها النعمة دي في موسى الأسود اللي هو عمل الله، الباب المفتوح هيظل مفتوح عشان يربطنا ويفتقدنا بيه. زبلون معناها يسكن ثم يرتفع، يعني مكان في القلب علشان الله يسكن، حاطط فينا مكان ارتياح فيه. للأسف آدم قصر برضو، كسر رأوبيم وكسر شمعون وكسر لاوي وكسر يهوذا وكسر زبولون اللي هو المسكن الله لا يسكن فيه. أين يسكن الوقت؟ الإنسان قلبه عتيق، سكن رئيس العالم وسكن فيه حواء واحدة، واحد تاني مال فلوس، فزبولون جوانا المسكن لم يسكن فيه الله. يعني يساكر معناها الأجر أو المكافأة الأخيرة، ودي نتيجة قطاعة الإنسان. يعني ربنا حاطط فينا حتى ناس كتير قوي يعني ما لهمش علاقة بربنا، يعني في الوطن العربي الواحد لما لف كتير يقول لك أهو بنعمل كده علشان نعمل لآخرتنا، وأنا أبقى مش عارف هو اللي بيتكلم ده درزي ولا مسلم ولا مسيح، ولا أهو بنسمعها كتير من فلسطين من إسرائيل مش عارف إيه، كل العرب لما رحت سوريا ولبنان أهو نعمل لآخرتنا، الناس الكويسة يقولك نعمل لآخرتنا أهو مكافأة. فحاطت ربنا جوانا سعي يساكر، يعني الأجر أو يبقى في مكافأة في الآخر، أهو نتيجة قطاعة الإنسان برضو. يمكن حاجة خيط يمشي الإنسان يوصله ربنا أنه بيسعى أن يبقى ليه أجر في الآخر، أجر أبديتنا والآخرتنا، سعي أن يبقى فيه أجر جوانا حاطت فيه كل ده. دان للأسف اللي هو اتلغى تماما، اللي هو الراس، راس الأفعى، صارت فينا راس الأفعى اللي هو الناموس الآخر، اللي هناك ناموس آخر اللي فرتك الدنيا يحارب ناموس ذهني، اللي ابتدى بيه القديس بولس الجزء بتاع رومية 7، الناموس روحي أما أنا فجسدي. طب الناموس روحي والقانون، إني أصرب ناموس الله، أنا عايز إني أريد أخضع على الله، ولكن هناك ناموس آخر، دان لزق فينا ناموس آخر في أعضائي وحارب، هو ده دان التصق بينا اللي هو راس، بعد ما احنا قطعنا راس يوحنا العدان، قطعنا راس قيادة الله، عايزين نقود نفسنا،
فده انت أصلت فينا. عشان كده في سفر الرؤية الناس اللي ابتدى ربنا يفتقدها السامرية مريم المصرية اللي كان بيقودها رئيس العالم فقطع دان اتلغى اتنسف لأنه ده قضاء حكم قضاء رئيس العالم الحية القديمة راس ناموس الآخر في أعضاء يحارب ناموس ذهني ويزبيني. الطبيعة اللي كانت بتزبيني القوة اللي كانت بتزبيني جوايا اللي كانت بتتحكم فيا وحتى اللي بدأ الطريق ما هتظل تتحكم فيهم وتجعله تحت الدينونة فترة طويلة بيفعل ما لا يريده ولا يعرف ماذا يفعل وده رعب ما بعد رعب. السبط ده مرعب اللي هو تحكم رئيس العالم اللي ظل وهي ظل حتى بعد اللي هيمشي الطريق. بس ربنا وعدنا في سفر الرؤية في الآخر هتتقطع تماما رقبته. جاد معناها الحظ هو باب الفردوس اللي كان عايز ربنا يصير لي لينا حظ فيه. حظ جاد الله حطت فينا احساسنا باننا نفسنا نبقى محظوظين في حاجه حلوه. الحظ يا ترى حظ ايه في الدنيا؟ لكن للاسف لما لو الناس فهمت واتفتح ذهنها هيفهموا ان جاد اللي جواهم اللي هو حظهم نصيبي هو الرب. يكون الله هو نصيبهم يكون حظهم يكون جادهم هو الله الحظ. فالله حاطط وغارس في الانسان كل الصفات دي رأوبين وشبعون ولاوي وهوذا ويسكر ودان وجد اللي هو احساسي باني ببحث عن حظ ببحث عن حاجه هتطلع لي كده اهو هلاقي كنز على بابا. اغلبيه الناس فيها او يعني كل انسان بديهي من بيتمنى فجاه واحده يلاقي كنز يعني ده بديهي طبعا اهل العالم يعني اي انسان في اهل العالم داخله رغبه جاد اللي هي الرغبه بان يلاقي حظ رائع في الدنيا. اي واحد يتمنى يعني عارف انه هيتجوز او عنده رغبه في الجواز يتمنى يلاقي حظه احسن واحده في الدنيا. اي واحد بيشتغل في العالم يتمنى يكون حظه بيبقى غني. فحاطط ربنا احساسنا بان بجاد اللي هو يكون حظنا حلو بس للاسف تحول للعالم وللامور اللي في العالم. اشير معناها سعيد فكل واحد الله حاطط فينا السعي للسعاده. لكن للأسف الإنسان بعد ما أكل من الشجرة وقطع حواء ما بقاش الأشير بتاعه هو الله سعادته في سعادة. الله حاطط جوانا سعي للسعادة غير الحظ. عايزين نفرح يعني صحيح يعني نفسنا نبقى حظنا حلو بس نفسنا نبقى سعادة. للأسف طول ما الإنسان قطع حواء وقطع حواء تاني فأشير اللي جواه السعادة بتاعته بملوخية بلحمة بفلوس بأكل فلم يعد أشير أو يعني السعيد يعني ما بقتش سعادته في الله. نفتالي مصارعات بديهي موجود جوه الإنسان في صراع موجود لأنه لسه بالجسد يعني قبل ما آدم يقطم يأكل من شجر قبل ما آدم في اللحظة اللي اتولد فيها كأنه في مفترق طرق. ده نفتالي إحساس الإنسان أنه قدامه مفترق طرق. مفترق طرق يعني أعبد الله ولا أعبد إله آخر أعمل كده ولا أعمل ده. نفتالي اللي جوه الإنسان إحساسه بالاختيار يختار إيه. نفتالي يعني الصراع الداخلي يعني هل الله خلق فعلا كل شيء للتمتع ولا أعطى كل شيء للامتحان. بيختلف الصراعات حسب فهم الإنسان لكن هو مولود بأنه قدام مفترق طرق. ده نفتالي اللي جوه الإنسان وعليه اختار ويقاوم الصراع ده بأنه يطلب من ربنا يريحه من نفتالي اللي جوه. يوسف طبعا زي ما احنا يهوذا هو الباب المفتوح هيظل مفتوح. يوسف هو احنا قلنا الافتراض اللي دايما إيجابي قال الله ليكن نور فكان نور. فيوسف ربنا بيورينا النفس اللي هي قبلت يدخل فيها روح الله ويقودها الله ويكون راسه. النعمة المعطاة يعني اللي هي لو وجدت بس مناخ تظل تزداد وتتقاصر وتتقاصر. ده معنى يوسف يعني اللي هو يزداد وينمو يعني. بنيامين طبعا ابن اليمين اللي هو الإنسان بيفهم ويعرف الصح من جواه يفهم في الأصول يعني ابن اليمين يعني الأصول اللي الله حطها في الإنسان. للأسف لو قطع آدم الله كان بنيامين هيزداد جواه ويستمر لكن للأسف صارت الشمال. آخر سفر القضاء
بنيامين سكن ناس أشرار في الـ في الـ في الأرض بتاعته، فكانت هتخرب أصباط بني إسرائيل الباقيين، فجم حاربوا بعض الـ11 سبط مع سبط بنيامين وقتلهم في الآخر في آخر صحف سفر القضاء. فلو كانت لو كان الله هو الرأس كان هيبقى الإنسان ماشي باليمين وماشي على طول بقيادة روح الله. للأسف الرأس ما بقتش هو الله، بقت الحية. عشان كده ربنا ورانا في نهاية سفر القضاء اللي هو قضاء، ورانا القضاء بتاع النتيجة اللي الإنسان حط نفسه فيها، فما بقاش اليمين هو الله، بقي للأسف رئيس العالم ويقتل كل نعمة. يعني بنيامين صار عمال يقتل في أخواته، اللي يفتح سفر القضاء ويقرأ آخر 3 أصحاحات هيلاقي أنه قاعد السبط ده قاعد يضرب في الـ11 سبط وقاعد يقتل فيهم بالآلاف. للأسف النعمة اللي كانت معطاة لنا عشان نعرف اليمين، نعرف الصح، نعرف الأصول، نفهم، اتألم. فكل صفات النور اللي شعر بها الإنسان اللي حطتنا ربنا فينا عشان توصلنا للكمال، للأسف هو صفات حطتها ورانا في العهد القديم لكن اتغيرت وصارت ضد الحق تماما. فنختصر اللي فات في 2 3 دقايق. شمعون هو النعمة اللي ربنا بيديها أو عطاها للإنسان عشان يتجاوب مع الله ويسمع له، لكن هو سمع لصوت حد تاني. ويهوذا النعمة المتبقية للإنسان عشان يظل فيه باب مفتوح، هو السبط اللي هو هيجي منه المسيح، الباب المفتوح اللي حطه في الإنسان عشان يجي منه المسيح. ولاوي زي ما قلنا علشان إحساس الإنسان يرتبط بربنا، وشمعون عشان يسمع على طول المفروض الأذن دي النعمة دي تتكرس لله، لأن الإنسان مخلوق لله، كان المفروض يكون شمعون يعني مستمع لله بس. وزي ما الكتاب بيقول من ليس لهم هم ناموس، هم ناموس لأنفسهم. هي ده الأصباط، الناموس ناموس لأنفسهم، يعني في الطبيعة من ليس لهم ناموس، هم ناموس لأنفسهم، هي الطبيعة اللي هي تمشي الإنسان في النور. ده معنى الأصباط، الطبيعة اللي غرسها في الإنسان عشان يقدر يمشي في النور حتى لو ما فيش دين أو كده. ده معنى الأصباط اللي كان مفروض بالفطرة يعني أوجدها الله في الآدم عشان يسمع، وللأسف قصر النعمة دي. ولاوي طبعا نعمة الاقتراب بالله حسب الفطرة، وإن مثل الموضوع فينا إن احنا اتخلقنا نصير أعضاء فيه، يعني ده التصميم اللي صممه للإنسان إن يوجد فيه. يعني شمعون السمع والخضوع لله، ولاوي الاقتراب لله، لكن آدم قصر كل الفطرة دي. ويهوذا هي نعمة الإدراك إن هناك في إله لازم نعبده، في إله يعني ده كانت موجودة واضحة قوي في حياتنا زي موسى الأسود، يهوذا اللي هو هيجي من نسل المسيح. زبلون نعمة الارتياح، ان احنا نسكن في قلب الله، عايزين مش هنرتاح غير لو سكننا في قلب ربنا واقتربنا لله. حتى الإنسان قصر النعمة دي لكن هيظل الله أمين، ويساكر أجرة ونتيجة اللي بيعمله الإنسان إما بإطاعة الحية أو بإطاعة الله. وجاد هو الحظ، لو مش الإنسان مع الله طبعا هيكون حظه إنه السماء كلها، يبقى سماء تانية. وأشيرة هي السعادة والنعمة اللي يسعد فيها الإنسان، وهي الشبع الحقيقي اللي لو شبع من الله هيلاقي السعادة الحقيقية، لكن آدم اختار نفتالي مصارعات وتزاحم وحاجات كتير. أي معرفة يعني في حياتنا مفروض مش أعرف الطقوس وأعرف القبط، لازم أعرف أن أي معرفة مفروض تكون تساعدني للوصول للهدف، بس أعرف أن البناء مركب، لازم أعرف البناء المركب الأول، مش أعرف شباك. واحد يقول لي إيه رأيك في الشباك ده؟ حلو، أيوة، المبنى إيه؟ إيه رأيك في البوتاجاز ده؟ إيه رأيك في الكرسي ده؟ إيه رأيك في الباب ده؟ أيوة، إيه المبنى اللي أنت هتبنيه؟ إيه رأيك في القبط؟ إيه رأيك في اللحن؟ إيه رأيك في التاج بتاع البابا شنود؟ إيه رأيك؟ أيوة، هو الهدف إيه؟ علشان أعرف إن دي أنت بتحكي لي عن جزئية، بتحفظ قبطي، بتحفظ ماروني، بتحفظ، أيوة، أنت بتحكي عن جزئيات، فين الهدف؟ يعني البناء المركب فين؟ فمفروض أبقى عارف المعرفة. ربنا عايز يفهمنا إن في معرفة كاملة، البناء المركب
اللي لازم أفهمه أورشليم بترمز لكده، اللي هو بترمز للفلك، بدأ بالفلك الكتاب المقدس، بدأ بالفلك الإصحاح 6 سفر التكوين وانتهى بأورشليم. في بناء لازم أفهمه كله وراء، ولازم أعرف الأصباط اللي هي النعم اللي عطاها لي عشان يتمم هذا البناء. ده باختصار الأصباط بني إسرائيل والمدينة والأبواب والسور اللي كان مفروض حد يعرفنا أو نطلب من ربنا هو يعرفنا. فكل حاجة مفروض تبقى في حياتي. يعني إيه برضو ميلاد المسيح؟ إيه هو ميلاد المسيح؟ قصة تاريخية ولا في حياتي؟ الوحش الخارج من قاعدة النبوءات وناس في الكنيسة الإنجليزية والكاثوليكية الكنيسة الأرثوذكسية كل واحد يطلع يقول الوحش هو كذا. الوحش اللي أنا ربنا علمه لي إن كل شيء هو بيشرح لي حاجة في حياتي. أنا اتخلقت أيام الفراعنة أو ما قبل الفراعنة زي أيوب، أنا اتخلقت في العهد القديم زي إبراهيم وأخنوخ، أنا اتخلقت في بعد موسى. فكل حاجة إيه في حياتي؟ الله إيه في حياتي؟ أنا الوقت في العهد الجديد أيام المسيح، اتكتب الإنجيل بعد المسيح، فالوحش إيه في حياتي؟ هل الآخر الأيام؟ لا، لازم يكون في حياتي. كل حاجة مذكورة في الكتاب لازم تبقى نسبية لحياتي أنا، في صلب حياتي أنا. المسيح اتصلب، فالسؤال هل اتصلب في حياتي؟ المسيح اتولد، فالسؤال هل اتولد في حياتي؟ المسيح بدأ يعمل معجزات، هل بدأ يعمل معجزات في حياتي؟ في سفر الرؤيا في وحش، هل فهمت الوحش في حياتي؟ هل حربته؟ لأنه بديهي لازم الإنجيل فقط عيشه لازم يتعاش كله البناء المركب كله بأجمعه كله يتعاش في حياة كل واحد. يا إما الله يبقى ظالم، لأنه منطقي جدا الله بعت الأنا زي إنجيل مرقس مش عارف إيه، ما فيهوش أحاسيس ميلاد وما لقيتش حد جاوبني من رهبان ودى النطرون ولا رؤساء أديرة والأساقفة. وبعت سؤال للبابا زمان لما كنت في سنة، ولي إنجيل مرقس أصلي ما فيهوش حدسة ميلاد أصلي هيبعته للشعب. طب وشعب من الشعوب ما يعرفش حدسة الميلاد، يعني يبقى نصيبه ناقص حدسة ميلاد؟ طبعا مش منطق. ده غير إن الله عارف إنه هيبقى في كتاب واحد في يوم من الأيام، ده غير إن هو إنجيل واحد طريق واحد. لكن تاري لأن الطريق مراحل، أنا كل مرحلة مفروض أعرف أنا مفروض أبقى إيه، حالتي إيه، أعمل إيه وأتصرف إزاي. معقول للدرجات دي؟ حتى فهم الأناجيل حتى الآن مش مفهومة. ليه الله كتب أربع أناجيل؟ إنجيلين مفهوش حدثة ميلاد، والحدثة الوحيدة هي إشباع الجموع، وإحنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت. إشباع الجموع ليه؟ لأنه ده أهم موضوع. فمنطقي كل قصة كل رمز كل موضوع وحش أو حرب التنين أو الأصباط لازم يكون ده عشان أعيشه أنا في حياتي أنا في زمني أنا في زمني أنا. الوحش في زمني إيه؟ أنا في حياتي إيه؟ المسيح في حياتي إيه؟ ناس كتير سافرت مش عارف في بلاد عربية في سوريا ولبنان الدرزي أو العلوي مش عارف إيه بيفتخر يقولك إحنا النبي كذا. أيوة المهم أنت في حياتك إيه؟ أنا بعبد الله، أيوة أنت سمعت عن الله، لكن في حياتك أنت شفته في إيه؟ هكذا في الإنجيل كل حاجة لازم تبقى في حياتي، إما الله يبقى ظالم. ده منطقي جدا. الإنجيل مكتوب للعالم كله لكن لازم يبقى في حياتي. فكل مفروض كل واحد يتأمل ويطلب من ربنا. الإنجيل هو الطريق وهو أسلوب حياة في أي زمان وأي مكان. الإنجيل هو شرح خطوات عملية إزاي أوصل للهدف. لو ما فهمتش الهدف يبقى إيه فايدة الإنجيل؟ هو كورس علاج كامل لإنسان تحت عبودية بديهي في أي زمان وفي أي مكان. هو نفس الطريق، طريقة العلاج، طريقة التحرر من العبودية، طريقة الخطوات النمو. نمو إيه؟ نمو المسيح فيا، لأن هو الطريق، هو اللي أنا أفنى. ده اللي كان نفسنا نسمعه من العالم كله ورعاة الأرض، إن الطريق هو فنائي ونمو المسيح، أو نمو المسيح بشرط فنائي. أغلب الناس مش بتبحث عن الحق نفسه، معرفة الحق اللي هو الهدف من الله نفسه. يعني كلمة الله مفروض تكون لكل إنسان، مش طائفة معينة تقول أنا، أو كل واحد يدافع عن طائفته، هو بيدافع عن ذاته. والدفاع عن الثوابت، احنا بندافع عن ثوابت الكنيسه الارثوذكسيه. ايه هي الكنيسه الارثوذكسيه؟ يعني ايه الكنيسه الارثوذكسيه؟ انت بتدافع عن شيء مش بتدافع عن الله، وبتعتقد ان ده عمق التدين. لكن مين اللي بيبحث عن الحق؟ لما المسيح بيقول انا هو الطريق والحق،
معناها أن مش أدافع عن ثوابتي في الكنيسة الكاثوليكية، ده الحق تحقق أنت مش الحق الله. أنت بتدافع عن حقك أنت وربطت اللي مربوط بربطتك أنت، مش بالله، مش الله نفسه. الله نفسه هو الحق. يعني ده كان المفروض الإنسان يفهم أنه مطلوب منه يبحث عن الحق، مش اللي مربوط بيها بالطائفة وبالعيلة، ويدافع عن أبوه وعن صفات أبوه، يدافع عن طائفته وصفات طائفته. لا، الله يريد أن الجميع يخلصون معرفة الحق. أنا هو الطريق والحق، يعني الهدف من ربنا وكلمة الله. لكن للأسف كل واحد بيدافع عن نفسه، يعتقد أن ده عمق. لكن مين اللي بيبحث عن الحق؟ نفسه. فليه آدم ربنا خلقه؟ مفروض كل واحد يسأل ليه ربنا خلقه؟ يعني كان مفروض يعمل إيه؟ كان مطلوب منه إيه؟ سألت السؤال ده زمان ما لقيتش حد يجاوب، عشان يتمتع بالجنة. هو ده إيه بأي منطق ده؟ يعني كان مطلوب منه إيه؟ والخطية مفروض بعد كده يعرف أنها ضعف داخل الإنسان. وإزاي مفروض نفهم أن الله جه يعلمنا بصورة المسيح؟ إزاي نرجع تاني؟ العبودية دي اللي زي الخمرة أو زي المرض، زي الفيروس، زي الميكروب، إزاي يبطل وكده يتحقق الهدف اللي هو الكمال؟ لما يبطل وأرجع للصفر واتحرر من عبودية، لأني كنت جوه سجن، بعد كده إزاي كمال الامتلاء؟ إن في بناء، هو ده أورشليم السماوية، عن طريق النعمة بتاعت الأسباط أعمل بناء، أبني المسيح نفسه اللي هو السماء. فموضوع الأسباط ماسك من بداية الكتاب لآخر، عشان من أهمية الموضوع، لأن فئات كتيرة من الناس ربنا عارف أنها هيحققوا الهدف، لكن لازم يحصل تغيير جذر فيهم بالفهم، لأن ربنا عارف قبل الخليقة مين اللي هيطلب الهدف ومين اللي هيكشف له. فحاطت جوانا كذا نعمة وعطية، لكن الإنسان للأسف أتلف حاجات كتير والنعم دي، لكن ظل باب يهوذا اللي هو هيجي منه المسيح، اللي هو بحثنا عن الله، اللي هو يقدر يتولد فيه المسيح. يهوذا كان لسه في السامرية، الله دخل من طريق باب يهوذا اللي هو يتولد منه المسيح. في باب لسه، أو باب الضمير، الذين بلا ناموس في ناموس في أنفسهم، هو الباب ده اللي دخل فيه الموسى الأسود. فربنا بيورينا أصباطه، أي خاصته، يعني كل النعم اللي كانت في الإنسان لما خلقه، حتى لما تلف، بس برضه حاطط جواه حاجة تخليه يبحث عن الله حتى بعد الخطية، حتى بعد ما دخل في عبودية وبقي عبد مستعبد طريقة رهيبة. لكن جه ربنا ورانا في سفر الرؤية، من بداية سفر التكوين في أصباط، يعني في نعم الله حطتها في الإنسان، حصلت تلف، حصلت استعباد رهيب، لكن ظل باب يهوذا اللي هو هيجي منه المسيح لازم يبقى مفتوح، علشان لما الإنسان يقبل يلاقي المسيح مكان، زي ما حصل للسامرية، ودخل وبدأ يرمم الخراب اللي كان فيه، وبدأ يتغير الإنسان من العهد القديم بأصباطه لأصباط العهد الجديد. رب النقطة تكون وصلت. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان يقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟